سلام الله عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان. تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج، وأملنا دائما إن شاء الله نلقاكم بالصحة والعافية. أهم ما جاء في الصحافة الوطنية الأحد 22 ماي الموافق للخامس عشر من شعبان. تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني من تبسة تصنع الحدث. تقريبا تصريحات سعداني هي الحدث اليوم في الصحافة الوطنية، نقلتها كل الصحافة الوطنية، بداية بجريدة النهار في صفحتها الأولى، والتي قالت عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يضرب بالثقيل من تبسة ويكشف للرأي العام أخطبوط يقوده توفيق ويموله ربراب لصناعة رئيس جديد للجزائر. سعداني قال أن ربراب قرر شراء الخبر بأمر من الجنرال توفيق بهدف الانقلاب على الرئيس بوتفليقة، وقال على الجزائريين أن يعرفوا ما يحاك ضدهم في الظلام من طرف عصابة أشرار. وقال أيضا سعداني زعيمة حزب العمال باعت العمال، يقصد لويزا حنون، باعت العمال لرجال الأعمال وهي دمية يحركها سيدها الجنرال توفيق. إضافة إلى هذا الخبر اليوم، يعني تلاميذ السنكيام يجتازون السنكيام، 700,000 تلميذ بالتوفيق إن شاء الله، وإلغاء كل أوراق البكالوريا والبيام التي تستعمل فيها أكثر من لون في الكتابة. بالنسبة لحجاجنا الميامين سيكونون بلباس موحد، هذا أمر جيد، لباس موحد للحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة، لطالما تحدث الإعلام على هذا الأمر، لأنه تقريبا كل البلدان لديهم لباس موحد في الحج، يدل على التنظيم، على يعني يعطي صورة جيدة. الجزائريين حجاجنا سيكون بلباس موحد إن شاء الله هذا العام. وأيضا دخول مطاعم الرحمة، هذا ما أكدته نادية، ما أكدته السيدة بلحبيلس رئيسة الهلال الأحمر، دخول مطاعم الرحمة سيكون ببطاقة الهوية في رمضان. هذه عناوين النهار اليوم. وقت الجزائر قالت سعداني يقصف خصوم السلطة ويؤكد ربراب ينفذ أجندة الفريق توفيق، ومديرو الشؤون الدينية مجندون لمراقبة الأئمة خلال شهر رمضان، لا تهجد ولا اعتكاف دون موافقة المجلس العلمي. إلى جريدة الحوار. الحوار قالت عين الجنرال توفيق على رئاسيات 2019 وفق ما قاله عمار سعداني، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كانت ضيف منتدى الحوار، وقالت أكثر من 51,000 مستفيد غير شرعي من المنح. والوزيرة قالت أيضا أن هناك من يتقاضى 40 مليون سنتيم شهريا ويعني استفاد من هذه المنح. قالت الوزارة لا علاقة لها بتوزيع قفة رمضان، قالت نحن نمول وفقط، وقالت أيضا طالبت برفع منحة المعاق. جريدة المساء قسنطيني صرح للمساء، فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان صرح للمساء وقال نعم اعتذرت للوزير جرين. وأيضا تحدثت المساء على سعداني الذي قصف ربراب، وقالت على ربراب أن يختار بين المال أو السياسة. جريدة البلاد قالت القضاء على 6 إرهابيين بينهم أميران واسترجاع أسلحة في البويرة، الجيش يستهدف النواة الصلبة للقاعدة، ووزير الشؤون الدينية محمد عيسى يأمر بمراقبة خطب ودروس شهر رمضان. جريدة الموعد اليومي قالت لندن تؤكد مناخ الاستثمار في الجزائر محفز لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي، 190 رجل أعمال بريطاني حاضرون اليوم في منتدى الجزائر حول الاستثمار. المحور قالت ولاية الجزائر تقضي على الأسواق الفوضوية الكبرى وتطلق أخرى مؤقتة في رمضان وأمام تخوف المواطنين من الندرة. الشعب قالت حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الموريتاني في الجزائر هذا الثلاثاء، وعمره الممثل لرئيس الجمهورية يستقبل من طرف رئيس غينيا الاستوائية. هذه تقريبا أهم عناوين الصحافة اليوم. إلى التفاصيل. النهار في صفحتها الأولى قالت على لسان سعداني أخطبوط يرأسه الجنرال توفيق يسعى إلى الاستحواذ على الرئاسة.
قالت النار في صفحتها الأولى: فتح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني النار مجددا على ما يسميها اللوبيات التي تقود حسبه مؤامرة ضد النظام الحالي وتهدد أمن واستقرار الجزائر وتستهدف الأشخاص والمؤسسات من خلال البحث عن موطئ قدم لها تحضيرا للرئاسيات القادمة، مشبها هذه اللوبيات بالأخطبوط والفريق المتقاعد رئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا محمد مدين بالرأس المدبرة الباحثة عن مكان في خارطة من يحكم الجزائر مستقبلا. ربراب تجاهل القانون وإجراءات امتلاك مجمع الخبر. كشف أمس محامي وزارة الاتصال في قضية صفقة بيع مجمع الخبر نجيب بيطام عن الإجراءات التي كان على ربراب اتباعها لأجل أن تكون الصفقة سليمة، مشيرا إلى أن رجل الأعمال علي حداد اتبع هذه الخطوات في تغييره لمدير نشر في جريدتي وقت الجزائر ولطون بلجيري، وكذا الشأن بالنسبة ليومية البلاد الصمام نيوز، في إشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بالجهوية التي يتغنى بها ربراب الذي يشيع بأنه منع من شراء الخبر لأنه قبائلي، وإنما باحترام القوانين والإجراءات المعمول بها فحسب. إلغاء كل أوراق الباك والبيام التي استعمل فيها أكثر من لون في الكتابة. رسلت وزارة التربية قالت النهار مديريها الولائيين من أجل إعلام كافة المترشحين المقبلين على الامتحانات النهائية، خاصة امتحان نهاية التعليم المتوسط وامتحان البكالوريا، بمنع استعمال أي لون في كتابة الإجابات أثناء الامتحان سوى اللونين الأزرق أو الأسود، وأنه لن يتم تصحيح أي ورقة إجابة تحمل أكثر من لون. 700,000 تلميذ يجتازون اليوم امتحان السانكيام. قالت النهار يجتاز اليوم أكثر من 700,000 تلميذ امتحان السانكيام عبر كل ولايات الوطن، حيث ستكون الانطلاقة بمادة اللغة العربية من الساعة 8:30 إلى الساعة 10، ومن الساعة 10:30 إلى منتصف النهار امتحان الرياضيات، فيما سيمتحن التلاميذ في الفترة المسائية من الساعة 3 إلى الساعة 4:30 في امتحان اللغة الفرنسية. جريدة وقت الجزائر قالت لا تهجد ولا اعتكاف من دون موافقة المجلس العلمي. قالت وقت الجزائر جندت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديريها لمراقبة أداء الأئمة خلال الشهر الفضيل، خاصة فيما يتعلق بأذان وقت الإفطار الذي سيكون موحدا وفق الرزنامة الوطنية، وكذا الخطاب الديني والالتزام بالمرجعية الدينية خلال الدروس والحلقات مشترطة موافقة المجلس العلمي من أجل الاعتكاف أو التهجد. البلاد قالت الجيش الوطني الشعبي يستهدف النواة الصلبة. قالت البلاد قضت قوات الجيش أمس على 6 إرهابيين من بينهم أميران من كتيبة الفاروق التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، واسترجعت مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبنادق نصف آلية من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة، وارتفعت حصيلة العملية العسكرية الجارية بغابة الريش في البويرة وفقا لوزارة الدفاع الوطني إلى 8 قتلى في صفوف الإرهابيين والقبض على آخر. جريدة المحور قالت الحكومة تتجه نحو فرض زيادات جديدة على أسعار الغاز والكهرباء. المحور قالت أكد الرئيس المدير العام لمجمع صنع الغاز نور الدين بوطرف أمس خلال الملتقى الثالث الذي تنظمه جمعية المهندسين المتخرجين من المعهد الجزائري للبترول سنويا، أن الجزائر حقيقة اليوم في حاجة للحديث عن تنويع مصادرها الطاقوية، إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة للاعتماد الفعلي على الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للطاقة يكمن في صعوبة تمويل هذا النوع من الاستثمارات الضخمة الذي تتطلب اقتناء أجهزة وإمكانيات إنتاج هائلة. الحوار قالت أكثر من 51,000 مستفيد غير شرعي من المنح. قالت الحوار رهنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم سعامر على برنامج التنمية الاجتماعية للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري بعيدا عن شبابيك التضامن والمنح المختلفة التي تبقى مخصصة، قالت الوزيرة، لفئة معينة، واعتبرت أن مصالح وزارتها تحاول الوصول إلى الفئات الهشة وتسعى جاهدة لحصر أعدادهم بالاستعانة بوسائل حديثة لشطب المحتلين وتقديم المنح للمحتاجين الفعليين. جريدة الشعب قالت غول يستقبل من طرف رئيس غينيا الاستوائية.
قالت جريدة الشعب شارك وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الاحتفالات الرسمية لتنصيب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيونغ ناجيما، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 2000 ممثل لرؤساء وملوك وشخصيات دول أخرى. في الصحافة الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت صندوق النقد الدولي يقر بقوة الاقتصاد الوطني. تحدثت الإكسبريسيون في مقالها أن أولئك الذين تنبأوا من خلال تراجع أسعار النفط بانهيار الاقتصاد الوطني قد تفاجأوا بالتقرير المتفائل الصادر عن صندوق النقد الدولي، وبعيدا عن الخطابات التشاؤمية قالت الإكسبريسيون من قبل الأحزاب السياسية بشأن مستقبل الجزائر الاقتصادي، قالت ها هو التقرير الذي يقوم به خبراء من مؤسسة بريتون وودز التي اعترفت بقوة الاقتصاد الوطني، كما أنها لا تزال متفائلة بشأن تحرر الجزائر من اعتمادها على صادرات النفط والغاز. لسوار دالجيري قالت خطة ضد الغش لبن غبريط، وجاء في مقالها أنه ما يقارب 1,000,000 مترشح سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا المقرر من 29 مايو إلى غاية 2 جوان. وقالت أن العديد من حالات الغش تم تسجيلها عبر الهواتف النقالة وتقنيات الترواجي في الامتحانات السابقة. وقالت حتى تتجنب الوزارة هذا السيناريو هذا العام قررت اتخاذ تدابير مكثفة لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا. في الصحافة المحلية صحيفة الأوراس هي صحيفة تصدر جديدة بالتوفيق إن شاء الله لهذه الصحيفة والقائمين عليها. صحيفة الأوراس تحدثت عن سكان حي الأمل بالعقلة يستنجدون بلوالي تبسة لإنقاذهم من العطش. وتحدثت جريدة الأوراس قالت قام سكان حي الأمل بالعقلة برفع شكوى لوالي ولاية تبسة بعد معاناتهم مع المياه التي لم تصلهم منذ حوالي 9 أشهر، ويقطن بهذا الحي أكثر من 600 عائلة. حاول أهلها في العديد من المرات لفت انتباهات الجهات المعنية من خلال نداءات إلى رئيس البلدية ورئيس الدائرة، إلا أن نداءات رئيس البلدية قوبلت بالتهميش والإقصاء حسب السكان. تصريح اليوم وتصريح الذي نقلته تقريبا كل الصحف، تصريح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني قال نحن نحترم المعارضة الجادة التي تملك الخيارات والبدائل، ونحترم المؤسسات الدستورية بخلاف المعارضة التي تهدف سوى إلى كرسي رئاسة، والتي نقول لها قال عمار سعداني بأن كرسي رئاسة مشغول إلى غاية 2019. وقال أن في الجزائر لوبي أخطبوط له أذرع وأذيل، يتضمن لوبي أمني كان يتمثل في بعض الجنرالات، وذراع سياسي يتمثل في بعض الأحزاب، وذراع مالي وآخر إعلامي، وذراع إداري يريد التسلل للإدارة. بالتصريح نختم معرض الصحافة إلى ضيف وموضوعات.